الأسبوع الثاني على التوالي البداية من شمال أفريقيا ومن الجزائر تحديدا ومن الحسابات هناك التي زادت نشاطها مؤخرا وأصبحت تضرب يمنة ويسرة بلا هوادة، ومن ذلك ترويجها لدليل جامع مانع قاطع عن أمر غريب وغير متوقع. تلك الحسابات روجت لمقطع مصور يظهر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ وهو يتحدث، بينما تظهر بالأعلى صورة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بجانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ترجمة مرافقة لحديث هرتزوغ تقول: إننا نعتبر أن دولة الجزائر وسياساتها الخارجية العدائية وآخر زيارة لرئيسهم إلى روسيا تشكل تهديدا كبيرا لدولتنا والوجود الإسرائيلي ولوجود اليهود بصفة عامة. إننا نحذر من دولة الجزائر التي ستصبح أقوى بجيشها، ونحن متخوفون من قدرتهم على امتلاك سلاح النووي، وإنه بامتلاك الجزائر لأسلحة فتاكة سوف تكون نهاية إسرائيل قريبة، لذلك يجب أن نمنعهم من ذلك. لذلك دعونا نشاهد المقطع. نحن כבר מזמן לא בוויכוח פוליטי אלא על סף קריסה חוקתית וחברתית, ולכן כפי שנהגו נשיאי ישראל בעבר במקרים קיצוניים כאלה, אני מסרב לעמוד מנה. אני רואה ושומע את ההפגנות בכל רחבי הארץ, קהל עצום של פטריוטים שמממשים את זכות המחאה ומחויבים באופן...